الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وكنا في البيت التاسع في قول الشيخ اللقاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، وأيضا مع قول الشارح الإمام الشيخ أحمد الصاوي رحمه الله تعالى آمين. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. في هذا البيت كنا بنتكلم عند أن يعرف، وقلنا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل وجب، يعني وجب عليه معرفة، كأن مصدرية، وما دخلت عليه في تأويل المصدر إذا معناها يعني وجب عليه معرفة، زي قوله تعالى ليس البر أن تولي، يعني ليس البر تولية، لأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. والمعرفة هي الجزم المطابق للحق، قيل عن دليل وقيل ولو بلا دليل. المعرفة المراد بها هنا وجب عليه أن يعرف، يعني أن يجزم بما هو مطابق للحق عن دليل، وقيل ولو بلا دليل، عشان يدخل مين؟ يدخل المقلد، لأن المقلد يجزم باعتقاده، يعني يقلد فيه غيره من غير أن يعرف دليله. فسيأتي الكلام في البيت الذي بعده. نعم. قلنا المرة اللي فاتت أن دليل المعرفة، أن المعرفة تقول أن المعتزلة بالعقل عند أهل السنة والشرع، والماتريدية قالوا برضه بالعقل. إزاي نفرق ما بين الماتريدية وقول المعتزلة؟ نعم. قول المعتزلة بنوه على إيه؟ على دليلهم اللي في التحسين والتقبيح العقليين. فعندهم الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. هذه قاعدة عندهم، التحسين والتقبيح العقليين، أو يجب على الله تعالى فعله الأصلح. إذا كان هناك أمران فيهم صالح وفيهم أصلح، فيجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده. بناء على ذلك قالوا بأن دليل وجوب المعرفة العقل، بخلاف قول الماتريدية. المعتزلة جعلوا العقل دليل في المعرفة، في إيجاب المعرفة وإيجاب الأحكام أيضا. أما المعتزلة الماتريدية فقالوا به في إيه؟ في المعرفة في الإيمان، ولم يقولوا به في الأحكام. وفرق الفرق المهم أنهم قالوا معنى أن العقل يجب ذلك، أنه بشدة وضوحه وبيانه ظاهر، اتضح وبان بالعقل قبل أن يأتي به الشرع. هذا إيه؟ تأويل أو مفهوم كلام الماتريدي، غير مسلك آخر مختلف تماما عن مسلك المعتزلة، لشدة وضوحه وبيانه، فكأنه لا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل من الشرع. هذا الذي أراده الماتريدي، بخلاف قول المعتزل، يعني عندهم العقل مستقل في إيه؟ في البيان وفي الإيجاب، وما الشرع عندهم إلا مؤيد ومؤكد،
يعني الاستقلالية لمين؟ للعقل. أما الشرع فإنه مؤيد وإيه؟ ومؤكد. ليس بعض الناس يفهم أن المعتزلة يقولون بنفي الشرع، لا، لو قالوا بأن بنفي أدلة الشرع في المعرفة في المعرفة لا كفر، ولكنهم قالوا أن الشرع دوره إيه؟ التأكيد وإيه؟ والتأييد. إنما الإجابة في الأصل المين؟ أما المعتزلة لم يقولوا ذلك، جعلوا الوجوب للشرع، ولكن قالوا إنه هذا أمر يفهم أو متضح بالعقل قبل أن يأتي به الشرع. في وجوب المعرفة. نعم. في وجوب المعرفة. يعني العقل يوجبه قبل أن يأتي به الشرع، لكن الدليل لمين أو الإجابة لمين؟ للشرع. للشرع. في فرق واضح جدا وشتان ما بين كلام ما تريد وبين كلام مين؟ وبين كلام المعرفة. أن يجوبها بالشرع أن يعتزل أو يجوبها بالعقل. نعم، يعتزل أو يجوبها بالعقل. يعني إذا لم يرد شرع أصلا فالمعرفة عندهم واجبة في الإيمان بالأصل وكذلك في الأحكام. شكرا لك. وجعل العقل مستقلا في ذلك والشرع تابع ومؤيد. أما الماتريدية كل ما قالوا قالوا أنه أمر واضح يوجبه العقل. يعني احنا ممكن نجعل هناك توفيق بين الاراء فنقول كذا. احنا مثلا هل عندنا المعرفة غير واجبة بالعقل ولا العقل فيه؟ احنا نقلب الايه المسألة، نجعل العقل تابع ليه؟ للشرع. يبقى احنا عكس مين؟ المعتزلة. عكس المعتزلة. يبقى اذا العقل هو، لكن مش معنى كده ان العقل بينفي المعرفة، بس عندنا لا يستقل بوجوبها. فنحن نقول أن المعرفة واجبة بالعقل والشرع، لكن العقل إيه؟ هو اللي مؤيد، هو اللي مؤكد للشرع، مش العكس زي ما قالوا مين؟ زي ما قال المعتزلة. واضح؟ مش المعرفة عموما بها ولا لا، المراد بها إيه؟ الإيمان، معرفة الله تعالى. يعني لا عذر لمخلوق في الجهل بخالقه. ده القضية كلها ترجع إلى هذه النقطة الأساسية. فكل من كلف شرعا وجب. قلنا الوجوب بإيه؟ بالشرع. ليه؟ لأنه الدليل عندنا هو إيه؟ هو الشرع. والعقل تابع أو ليس معارض أو ليس مناقضا، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والشرع، لا يمكن. إن وجد تعارض يبقى هذا يعني تعارض في الظاهر لعدم إيه؟ التوفيق او لعدم فهم الأدلة، او لانه الدليل الشرعي غير صحيح، او العقل أدلة مقدماته فيها ايه خطأ، يعني العقل غير صريح. يعني لو يوجد تعارض في الاصل او في الحقيقة بين عقل صريح وبين نقل صحيح لا يمكن. ليه؟ لان المصدر واحد، نور على نور، يهدي الله لنورك. فواهب العقل هو منزل الشرع، فلا يمكن يحدث التعارض إلا إذا كان تعارض في الظاهر، إنما تعارض حقيقي لا يوجد. وتكلمنا عن الحكم الشرعي، قلنا الأحكام التي وردت عن طريق الشرع كم؟ عشرة. خمسة وضعية وخمسة تكليفية. الوضعية اللي هي السبب والمانع والشرط والصحة والفساد، والثانية هي الحرمة والوجوب والندب والكراهة والإباحة. يبقى على بعض كام؟ عشر. إنما اللي حيتعلق بفعل المكلف هو الكام؟ الخمسة. يعني وضعية، يعني جعلها الله تعالى وضعها إما سببا وإما مانعا وإما شرطا وإما صحة وإما إيه فساد. تكلمنا عنه. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو بالإباحة أو بالوضع لهما. والطلب على كم قسم؟ أربعة أقسام. يبقى طلب فعل أو طلب ترك، وكلاهما جازم أو غير أو غير جازم. والوضع معناه إيه؟ جعل الشيء شرطا زي الطهارة، شرط في الصلاة، أو سببا زي دخول الوقت
او مانعا مثل الايه الحيض الى اخر ما قلنا. ده بالنسبه للحكم الايه الشرعي. اما الحكم الاحكام كان ثلاثه، حكم شرعي قلنا كلام فيه، وحكم عادي، وحكم عقلي. الحكم العادي اثبات الرب تعريفه، الحكم الشرعي قلنا خطاب الله وانتهينا من التاريخ. الحكم العادي هو اثبات الربط بين امر وامر او بين امرين، بس ليه ما قلناش امرين، قلنا امر وامر، لانه فيهم واحد وجودي والثاني ايه والثاني عدم. فلو قلنا امرين يعني بحق الاثنين ايه وجوديين، يبقى اثبات الربط بين امر وامر وجودا وايه وعدما بواسطة تكرر القران بينهما على الحس، وعدم تأثير احدهما في الاخر البتة. يعني كل ما في الامر فيه ربط بين امر وبين امر بواسطة تكرر التجربة مثلا او الحس او المشاهدة، لكن هذا الربط ليس معناه تأثير أحدهما في الآخر البتة. والمثال لهذا الحكم العادي عشان يتضح التعريف، الحكم على النار بأنها محرقة، حكمنا على النار بأنها إيه؟ محرقة. هذا حكم عقلي ولا شرعي ولا عادي؟ عادي، حكم عادي. ليه؟ لأنه لا أثر للنار في الإحراق، وإنما الذي نراه ونشاهده هو إيه؟ وجود الاقتران أو الربط بين الأمرين. لكن كون أحدهما يؤثر في الآخر هذا يحتاج إلى دليل آخر لا يعطيه مجرد إيه؟ الربط بين الأمرين. الترابط موجود أو التلازم موجود، تلازم بين الأمرين، لكن هل هذا التلازم معناه أنه أحدهما يؤثر في الآخر؟ لا، ده عاوز دليل إيه؟ عاوز دليل تاني. إذا الحكم العادي هو إيه؟ إثبات الربط بين إيه؟ بين أمرين وجودا أو عدما بسبب إيه؟ الاقتران بينهما أو التكرر أو المشاهدة إلى آخره. لكن لا يقتضي هذا الربط تأثير أحدهما في الإيه؟ في الآخر. ده تعريف الحكم الإيه؟ العادي. الحكم العقلي اللي هو عليه أساس الإيه؟ التقسيم الآن، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم العقلي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو تكرار كده الصح أو وضع واضع، يعني لا يتوقف على جعل وضع واضع. يعني إيه اللي جعل هذا مرتبط بهذا؟ إما عن طريق ليه الوضع أو طريق التجربة أو طريق ليه التكرار الذي نشاهده. فهذا لا شأن له بالإيه؟ بالعقل. إنما العقل فقط مراعاة العقل المجرد من غير النظر إلى التكرار أو الحس أو المشاهد، بس فقط مراعاة الإيه؟ العقل مجردا كإثبات إيه؟ حكم عقله كإثبات القدم لله سبحانه وتعالى ونفيه عن الخلق. هذا اسمه حكم ايه ده؟ عقلي. حكم عقلي. اقسام الحكم العقلي كام؟ ثلاثة. يبقى فيه تلازم وفيه ارتباط بين امر وامر في العادي وفي العقلي. ايه الفرق؟ انه التلازم اللي في الحكم العادي يجوز ايه؟ يجوز انفكاكه او تخلفه. اما الحكم العقلي التلازم اللي فيه لا يمكن او لا يجوز تخلفه. يعني يجوز مثلا يتخلف الاحراق، لا توجد النار ولا يوجد الاحراق، او يوجد الاحراق ولا توجد النار، يجوز التخلف.
ليه؟ لانه التخلف ده علامته ايه؟ الايمان او صحة الايمان بالمعجزات. لانه لو قلنا انه الاحكام العادية الربط بينها لا يتخلف يؤدي هذا الى ايه؟ الى انكار المعجزة. ان المعجزة تعرفها امر خارق للعادة، يعني الامور اللي فيها ايه؟ ربط عادي. فالمعجزة تجعل الربط بين الامور العادية يتخلف، يعني المشاهدة والتكرار، مشاهد طلوع الشمس من ايه؟ من المشرق. لكن يجوز في العقل ان ينفك هذا الارتباط فيحدث العكس. فالذي يجوز العقل الانفكاك فيه وعدم الترابط تسمى احكامه عادية. لكن العقل يحكم بان الثلاثة فرد والاربعة ايه؟ زوج. ولكن لا يمكن في العقل فك هذا الترابط بين الفردية والثلاثة او الزوجية والاربعة، يعني لا يتصور في العقل وجود ثلاثة وهي زوج او اربعة وهي فرد. يبقى ده حكم عقلي، يبقى لا يمكن تخلفه. يعني قلنا زي ايه؟ العقل يحكم بان الكل اكبر من الايه؟ من الجزء. حكم عقلي ده، لانه لا يمكن يتخلف، ده ما يحصلش العكس. ومش ممكن يكون وجد الكل هو اصغر من الايه؟ من الجزء. يبقى الاحكام اللي فيها تلازم ثابت لا يمكن انفكاكه تسمى احكام عقلية. اما اللي هي يمكن اسمى احكام ايه؟ عادية. نعم، مثلا اقول الطعام يشبعون، يجوز ايه؟ فك هذا الترابط. يوجد الطعام ولا يوجد الاشباع، او يوجد الاشباع ولا يوجد الطعام، او يوجد مثلا الانجاب من غير الزواج، او الزواج ويتوقف الانجاب. فاذا كان، وهذا هو ايه؟ هو معنى المعجزة، ان امر خارق للعادة. يبقى المعجزات عملها فين؟ في دائرة الايه؟ الامور العادية. اما المعجزات دائرة الامور العقلية ما تجيش ناحيتها ابدا خالص. ما فيش معجزة تخرق دلالة الايه؟ العقول، والا هتبقى ما فيش حقائق، وحتى نقلب الايه؟ الموازين. الحكم العقلي اقسامه كام؟ ثلاثة. اول حاجة واجب وجائز وايه؟ مستحيل ومستحيل. عاوزين نعرف ايه؟ وقفنا فين في الشرح يا شيخ؟ وقفنا مرينا عند ان يعرفها. لا، يلا اقرا. والمعرفة. قال رحمه الله ونفعنا بعلوم شيخنا في الدارين. والمعرفة هي الجزم المطابق للحق. قيل عن دليل، يعني جزم بس مطابق ليه؟ للحق. خلاص، في الواقع وفي نفس الامر. دي المعرفة. يعني مثلا انا اجزم واعتقد كده لان الله تعالى واحد وهذا هو الحق. لكن اذا كان جزما وغير موافق او غير مطابق للحق هو جزم، لا يسمى معرفة. كجزم واعتقاد النصارى بالتكليس، ولكنه ليس ايه؟ مطابقا للواقع وليس مطابقا للحق. قلنا الحق ده الحق ايه؟ يقابله الايه؟ الباطل. والصدق يقابله الايه؟ الكذب. ايه الفرق بين الحق والصدق؟ الحق ده ايه؟ في العقائد، تمام، وفي الايه؟ وفي الاقوال وفي الافعال. اما الصدق شاع في الاقوال خاصة. الجنة حق، النار حق، ده عقائد الايمان. اما الاقوال ها يقول ايه؟ الصدق. شاع الصدق فين؟ في الاقوال خاصة. الصدق يقابله الايه؟ الكذب. والحق يقابله الباطل. والصدق عند العرب له صورة واحدة، اما الكذب له ثلاث صور. يعني الصدق ان تصوغ القول على ما يوافق الواقع والاعتقاد. يعني تقول كذا، هذا انسان او هذا رجل صالح، وهو يكون في الواقع صالح، وتكون انت معتقد صلاح، كده انت تبقى رجل صادق. يبقى في حشين في الصدق، يوافق ما تعتقد ويوافق الحقيقة. ممكن انت تعتقد انه صالح هو يكون ايه؟ من اضل خلق الله.
يبقى كده انت غير لانه ايه الغير موافق للحقيقة. نعم. ما انه ما الاعتقادك يعني. احنا عاوزين ايه حاجتين ما يوافق الاعتقاد والكذب هو ان يخالف الاعتقاد دي صورة ويوافق او العكس يوافق الواقع ويخالف او يخالفهما معا يبقى كم صورة ثلاث يبقى ان خالف الاعتقاد ووافق الواقع كذب والعكس كذب وان خالف الاثنين كذب يعني لو قال هذا رجل مثلا مجرم تمام كده وهو لا يعتقد انه مجرم وهو غير في الواقع قد ايه صورة من الكذب اشد بصورة مخالف الاثنين واما ان يوافق الاعتقاد ويخالف ليه الواقع فدي كذب وقد تحدث في الصالحين كثيرا يقول على حسب ما اعتقد او على حسن الظن كل ما يقابل واحد يقول الضريب صالح وزمان كان واحد يقول همك كل ما يقابل واحد لحدث ما قال على رجل مسيحي او غير مسلم رجل صالح بس كان رجل من اهل البصيرة فقالوا له كيف يكون غير مسلم وصالح فتدارك فقال اذا لم يصلح للجنة فيصلح للنار فعلى اي حال فهو صالح يبقى هو صالح ممكن يكون الصدق الكذب ده يكون موافق للواقع يكون في الواقع صحيح ولكنه في الاعتقاد غير صحيح ليه ايه قال الله تعالى في اول سورة المنافقون اذا جاءك من قالوا نشهد انك لرسول الله وهو في الواقع رسول في الحقيقة هو رسول والله يعلم رب الاكل والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يبقى لو كان التكذيب زي ما احنا فاهمين يبقى معنى كده حينفي الرسالة لا التكذيب منصب على الاعتقاد لانهم قالوا رسول الله وهو رسول الله ولكنهم لا يعتقدون فكأن التكذيب مش منصب على انك على قولهم نشهد لان الشهادة اعتقاد يبقى معنى كده تكذيب الله لهم هل معناه يلزم منه نفي لا لانه في جهتين انفكاك الجهة يبقى بيكذبهم في في الواقع ولا في الاعتقاد لا وقد يقول يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن فقال ذو اليدين بعض ذلك قد كان يبقى هنا ايه حصل مخالفة للواقع الواقع انه هو صلى ركعتين يبقى لما الرسول قال كل ذلك لم يكن اخبر عن اعتقاده ولم يخبر عن ايه الواقع عن الواقع يبقى عندنا كم صورة ثلاث ايه ثلاث صور كمل يا شيخ النهارده خد منك الـ 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 لا كمل انت شويه لما سطر لسه يعني كانه لي ساعتين بيقرا والمعرفه هي الجزم المطابق للحق قيل عن دليل وقيل ولو بلا دليل عشان يعني كانه عاوز يقول لك يعني بصحه ايمان المطلق لانه يجزم واذا سئل عن الدليل ايه لا يعرف يعني قوله ما قد وجب لله الى اخره اي ثبت يبقى الواجب هنا تعريفه زي ما قلنا في الفريدة الامام الجزير رضي الله عنه لما قال كده الواجب هو ايه الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاء من ايه من ذات او صفة او نسبة ده تعريف الواجب وده اقوى واصح اصح من قولهم ما لا يتصور في العقل ايه عدم ده تعريف الواجب المشهور الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل عكسه ما لا يتصور في العقل وجوده والجائز ما يتصور فيه الامران لكن تعريف الشيخ الجرير ادق الواجب الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاع في ذات او صفة او نسبة من حيث هو يعني كمل قال اي ثبت بمعنى انه لا يتصور العقل عدمه ودليل هذا اما العقل او السمع او مختلف فيه لان ما توقفت المعلومة يعني عاوز اقول لك الدليل ده اما العقل او ايه او السمع او ايه مختلف يعني اما العقل او السمع او مختلف فيه يعني عاوز يقول لك الصفات دي
فيها ما يكون دليله العقل فقط. تمام كده. وهو ما توقفت المعجزة عليه. كم حاجة اللي توقف لها المعجزة؟ 9: الوجود، القدم، والبقاء، المخالف الحوادث، القيام بالنفس، عده القدرة، والإرادة والعلم والحياة. كم دول؟ 9. وبعدين لو ضفت المعنوية برضو حيث كونه قادرا مريدا عالما حيا. ده ايه دليله؟ ايه ده كل ما ذكر دليله عقلي. قال لي توقف عليه المعجزة، دليله ايه؟ عقلي. اما ما لا تتوقف عليه المعجزة الدليل بتاعه ايه؟ سمعي نقلي. كم الذي لا تتوقف عليه المعجزة؟ ها؟ السمع والبصر والكلام. يبقى باقي عندنا من الصفات الوحدانية اختلف فيها. يعني هل دليل الوحدانية دليل عقلي ولا دليل سمعي؟ في خلاف. يبقى في 9 مفهومش خلاف، دليلهم ايه؟ عقلي. وفي 3 مفهومش خلاف ان الدليل فيهم الاصل يعني سمعي. وفي 1 من الصفات مختلف فيها هي الوحدانية. هل الاصل يعني ما هو الدليل فيها عقل ونقل؟ ايه احنا عاوزين الاصل هو ايه الاساس يعني، هل هو عقلي ولا نقلي؟ مختلف فيها. ولكن الاصح ايه عند الترجيح؟ ان دليل الوحدانية عقلي. ليه؟ لان التعدد مستلزم للعجز. لانه التعدد معناه ايه؟ معناه هيستلزم عجز الالهة. وعجز الالهة معناه ايه؟ هتنتفي معناها ما فيش خلق، هنمت الخلق وهنمت الايه؟ المعجزة. يعني معناها المعجزة هتتوقف على ايه؟ على هذا الايه؟ الصفة العقلية. وضحت بكام صفة عندنا؟ دليل ايه؟ ها؟ 9 و3 واحدة مختلف فيها. كيف يتفق على اختلاف؟ لا ما ارد عليه في لما نيجي في التقرير دليل التمانع والتوارد حي رد عليه. احنا نتكلم في الدليل اختلفوا فيه هو عقل ولا نقل. ما هو مردود على 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 شبهه الاتفاق رد عليها. يبقى عندنا الان كده الواجب المعرفه. كان يجب على المكلف ان يعرف ما قامت الأدلة العقلية والنقلية عليه إجمالا. إذا يجب على المكلف أن يعرف ما قامت الأدلة العقلية والنقلية عليه إجمالا، وكذلك ما قامت الأدلة العقلية والنقلية عليه تفصيلا. إجمالا يعني يعرف إيه؟ يعرف سائر الكمالات لله سبحانه وتعالى بالجملة بدون تفصيل. يعرف أن الله تعالى متصف أو ينبغي له أن يتصف بكل كمال وأن يتنزه عن كل نقص. ده إجمال. أما تفصيلا اللي هم كان 20 صفة، والعشرون صفة قسمناهم. إن الصفات الإلهية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. 1 ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي، وهو ما تتوقف عليه المعجزة. يعني يتوقف عليه كون الله تعالى خالقا. يعني لو لم يثبت له، لو لم تثبت له هذه الصفات لا يثبت أنه هو الإله أو هو الخالق. أو معنى تتوقف المعجزة عليها. يبقى الصفات اللي تتوقف المعجزة عليها أو يتوقف عليها أمر الألوهية، أمر الخلق، كونه إلها خالقا موجدا لهذا الكون. يتوقف عليه على وجوده وعلى قدمه وعلى بقائه وعلى قيامه بنفسه وعلى مخالفته للحوادث. يبقى تأخذ كم من السلبية؟ تأخذ 4. والنفسية 1. يبقى كم؟ 5. وتأخذ من المعاني كم؟ 4 اللي هم العلم والإرادة والقدرة والحياة. يبقى 4 من السلبية و4 من المعاني اللي كان
ثمانية واحدة النفسية مقام تسعة. هذه الصفات دي لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل العقلي. ده بالنوع الثاني لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل النقلي وهو ما إذا إيه معنى يصح الاستدلال بالنقل وما يصح بالعقل يعني في الأصل، لكن يأتي بعد ذلك العقل مؤيدا أو العكس النقل مؤيدا، لكن الأصل أنه دليل إيه؟ دليل عقلي. ما ينفعش نستدل عليها بدليل نقلي لأنه الإيمان متوقف عليها. يعني معناه لما يجي الرسول يقول لك مثلا أنا رسول مثلا، تقول له إيه دليل أنك رسول؟ فيقول لك القرآن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تقول له هذا هو الدليل، تقول لك هذا الدليل متوقف على إيماني بالقرآن نفسه وأنا مش مؤمن به، فما صحش الدليل هنا. يبقى لازم يستدل الأول على إيه؟ على على صدق الرسول الأول، وده يرجع لإيه؟ للمعجزة، والمعجزة ده متوقف على إيه؟ على الصفات دي. واضح كيف؟ يبقى هذه إيه؟ اسمها الصفات التي إيه؟ تتوقف عليها الإيه؟ المعجزة. يبقى أربعة من السلبية واربعة من المعاني والصفة النفسية تسعة. في ثلاثة اللي هم السمع والبصر والكلام، قال لا يصح الاستدلال عليه الا بالدليل النقلي. يعني واحد يقول لك طب يا اخي ما احنا ممكن نثبت بعقلنا انه تعالى ايه متكلم وانه سميع وانه بصير. يقول لك برضو العقل هيقول لك ايه لو كان سميعا لكان مشابها لقلبه لأن القلب فيهم سمع، ولو كان العقل حينفيها نفسه. إنما العقل ما يقدرش ينفي الحياة وينفي الإرادة وينفي كل المتوقف عليها المعجزة والخلق وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. إنما الصفات دي لو لم يرد بها الشرع ويصف الحق تعالى به لما علمنا أنها كمالات. يبقى العقل بعد كده عرف أنها كمالات بعد إيه؟ بعد السمع، إنما قبل السمع لا، لانه ممكن في الحالة دي انا امثل كلام بالعقل اقول لك لو كان متكلما لكان في الكلام تقديم وتأخير وكان يحتاج الى لسان والى شفتين والى لغة وبالتالي يكون مثل الخلق، اذا فهو ليس بمتكلم لانه ليس اجيبها كده دليل العقل. يبقى مش هينفع فيها الاستدلال بالعقل، لكن له لما ورد بها الشرع علمنا انها كمالات، لانه العقل بيحكم بأشياء بالنسبة للمحدثات على أنها كمال لكنها بالنسبة لله نقص، فيحكم العقل بأن الزوجة والولد بالنسبة للمخلوق كمال ولكنها بالنسبة لله نقص، فلا يمكن يقاس الغائب على الشاهد ولا المخلوق على الخالق. يبقى كده الدليل فيها دليل إيه؟ دليل سمعي. وصل إن الصفات على ثلاثة أقسام، ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي وهو ما تتوقف عليه المعجزة زي قلنا خلاص تسعة. بعدين ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل النقلي وهو ما لا تتوقف المعجزة عليه. سمع ثلاثة، السمع والبصر والكلام. القسم الثالث ما اختلف فيه وهو الوحدانية، والأصح انه دليلها ايه؟ ليه؟ لأن التعدد يستلزم العجز. يبقى دليل العقل ولا مش دليل عقلي؟ دليل العقل. كملوا. قال دليل هذا إما العقل أو السمع أو مختلف فيه. العقل قلنا تسعة، السمع كم؟ ثلاثة، والمختلف فيه واحد. لأن ما توقفت المعجزة عليه وهي الوجود والقدم والبقاء والمخالفة. إن المعجزة لابد أن نعلم أنها فعل الله وليست فعل العقل، هي فعل الله، ولكن الله تعالى يظهره او يجريه على يد نبي او رسول.
فالمعجزة منسوبة إلى الله وليس إلى الإيه؟ إلى العقل. الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والقدرة والإرادة والعلم والحياة، وكونه قادرا ومريدا وعالما وحيا دليلها عقلي، والذي أوجبها هو الشرع، بمعنى أنه إذا جاءنا رسول وقال لنا إني مرسل من عند الله وآية صدق شقاق القمر مثلا، يحتاج الأمر إلى استفادة هذه الصفات من العقل أولا. يعني واحد رسول قال لنا إيه؟ أنا رسول من عند الله، إيه دليل صدقي؟ قال انشقاق القمر مثلا، يحتاج الأمر إلى استفادة هذه الصفات من العقل أولا، وإلا بأن استفيدت من الرسول لازم الدور. يعني حيلزم ليه الدور، والدور ايه؟ باطل، لأن بهذه الصفات تمام تثبت المعجزة، وبالمعجزة تثبت هذه الصفات، هذا معنى الدور. يعني ايه اللي اثبت المعجزة؟ الصفات. طب ايه اللي اثبت الصفات؟ هذا ايه؟ دور. اذا اصح ان الدليل ايه فيها؟ عقل. وإلا بأن استفيدت من الرسول لازم الدور، لأن بهذه الصفات تثبت المعجزة وبالمعجزة تثبت هذه الصفات، فصار كل متوقفا على الآخر. واختلفوا في الوحدانية، والأصح أن دليلها عقلي. الاثنين الواحد أباك يا الله خلق أياش مولانا قوله هو الأسر والذي أوجبه هو الشرع، أولى بالمال يعني ولا أولى بالمال؟ فين ده؟ السطر الثاني. والذي أوجبها أوجب الصفات، يعني الدليل عقلي. الدليل عقلي. أما الذي أوجبها هو إيه؟ هو الشرع، يعني استدل عليها بالإيه؟ بالإيه؟ بالشرع. والنقل أوجبها أو لم يوجبها؟ أوجبها، لكن الأصل فيها هو الدليل إيه؟ الدليل للعقل. والشرع هنا نعم ما هو لا يمكن، يعني شوف مثلا لا يمكن الاستدلال بالدليل النقلي في الأصول، لأنه ده متوقف على ثبوته، يعني متوقف على انه هذا الدليل على صدق هذا الرسول، وصدق الرسول متوقف على الايه؟ المعجزة، والمعجزة متوقفة على هذه الصفات. خلاص كده؟ واضح كده؟ والصفات دي دليلها متوقف على الدليل الايه؟ العقلي، لانه لو كان على النقل حنلف وندور ثاني، يعني كأنك لفيت ورجعت ثاني، يعني كأنه جعلت كل منهما متوقف على الاخر، وهذا دور ده من البداية. اولا مش هقول لك انا رسول، هقول ده ادعى الرسالة. واحد جاء وقال ايه؟ انا رسول. ايه دليل صدقك؟ راح جاب لك الدليل الايه؟ القرآن. انت مش مؤمن بالقرآن، هذا الدليل يتوقف الاستدلال به على الايمان بايه؟ بالرسالة دي. طب الايمان بانك انت رسول متوقف على اثبات صدقك، وإثبات صدق الرسول متوقف على المعجزة. طب لو رجعنا وقلنا المعجزة متوقفة على الأدلة دي، يبقى دور، يبقى لازم يكون الدليل إيه؟ الدليل العقلي. نعم. يعني ما يصحش تقول تلزم إنسان بدليل شرعي إلا إذا كان مؤمنا به. نعم. فما ينفعش الحوار مع الملحدين ولا مع المشركين بأدلة الشرع، لأنه غير مؤمنين بها. يقولك أنا مش مؤمن، يعني مش ملزم إلا بعد التصديق. أما إذا دخل في التصديق خلاص إذا صار قبل الحوار أصلا حاوروا فيه، ما هو معاك بيجي ذلك. فلازم الحوار تكون أدلة عقلية. اختلفوا في الوحدانية، والأصح أن دليلها عقلي، وأما ما لا تتوقف المعجزة عليه كالسمع والبصر والكلام وكونه سميعا وبصيرا ومتكلما، ف
فدليله سمع. المعجزة مش متوقفة على السمع ولا على البصر ولا على الكلام. المعجزة متوقفة على الايه؟ على القدرة، على الإرادة، على العلم. الخلق متوقف على كده، على الوجود إلى آخره. بدليل مثلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، شبه ولم يقل وهو سميع بصير مثلا، أو إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإنما قال وهو بكل خلق عليم. شوف وقف على الإيه؟ على العلم والإرادة مثلا، والحياة والوجود إلى وكل إيه ما يستلزم الإيه؟ أنه تعالى خالق أو موجد لهذه المعجزة أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما القول بأن دليل أن دلالة المعجزة نفسها ممكن تكون دلالة عقلية، ممكن المعجزة نفسها مش توقفها، أو تكون ممكن تكون وضعية، ممكن تكون عادية. يعني بعض العلماء قال إن المعجزة منزلة منزلة إيه؟ صدق عبدي فيما يعني معناها دلالة وضعية قولية. يعني مثلا لو أن ضربوا لها مثال، لو أن رجلا دخل بحضرة الملك وقال لجماعة يجلسون والملك جالس بينهم، قال لهم إني رسول هذا الملك إليكم. قالوا آية الصفة، والملك يسمعه أن يقوم من مجلسه ثلاث مرات ثم يقعد، ففعل الملك ما قال. يبقى هذا معنى إيه؟ معنى صادق. يبقى إذن حركة الملك كأنه قال بلسانه هذا صادق. فذلك قالوا دي دلالة إيه؟ وضعية. وبعض قال ده دلالة عقلية. ليه؟ لأنه يستحيل أن يصدق الله تعالى ليه الكاذبين عقلا، وقال له حتنقلب الحقائق. وبعض قال ده دي دلالة عادية، يعني جرت عادة الله تعالى إنه الصادق يعني يثبته ويؤيده، والكاذب يفضح أمره. وقد إيه؟ قد يجوز العقل العكس، انه يستمر استدراج مثلا. نعم. ما يكون شرط، لكن نقول على الجواز العقلي، يعني العقل يجوز انه هو ممكن يمكن يعني يصدق، يعني يجوز العقل ان يصدق الله تعالى الكاذب والكاذب الصادق. ايه المشكلة العقلية؟ قال واما القول بان دليلها عقلي لانه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقص، والنقص عليه محال فمردود. بأن هذا نقص يعني ايه معنى اما القول بان دليلها، يعني دليل ايه؟ سمع البصر والكلام، مش الكل. يا بعض قال لا دي دليلها عقلي. ليه؟ قالوا لانه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها، يعني لو لم يكن سميعا لكان اصما، ولم يكن بصيرا لكان، ولو لم وهكذا. يبقى معناها ده ايه؟ دليل ايه؟ عقلي. ده مردود. ليه؟ لانه ده قياس للايه؟ شهد الله للغائب على الشاهد. يعني كانه مقاس المخلوق. يعني لما علموا انها نقص في حق الحادث جعلوها نقصا في حق الايه؟ القديم. ونقول لهم لأن ما كان كمالا في حق الحادث لا يلزم أن يكون كمالا في حق القديم. ألا ترى أن الزوجة والولد من كمالات الحادث وهما نقص على القديم سبحانه؟ يبقى معناها الدليل اللي قالوا ده مردود. شوف كلمة مردود يعني أقوى، يعني مردود رد كده. يلا فمردود بأن هذا نقص في حق الحوادث، ولا يقاس الحادث على القديم، لأن ما كان كمالا في حق الحادث لا يلزم أن يكون كمالا في حقه تعالى. أو ده أو ومن هنا دي الآفة المبينة الكبيرة اللي جعلت الجماعة المشبهة والمجسمة يقع في التشبيه والتجسيم، لأنهم قاسوا الإيه؟ القديم على الحادث. يعني معناها لما وجدوا أنه دي الحركة مثلا كمال في الحي أو في المخلوق، فجعلوها كذلك في الخالق، فقالوا الحي القيوم يتحرك إذا شاء، لأنهم ظنوا أنه لو قالوا أنه لا يتحرك يعني ده عجز أو نقص. طب من أين علموا؟ لأنه رأوا أن هذا في الحي نقص، عدم الحركة أو وجود الحركة كمال، فرحوا أضافوها إلى الله ونسبوا. ولو يعني لو لم يرد الدليل
النقل بنفي الزوجة والولد لأيضا إيه لا أثبتوها. يبقى إذا المصيبة إيه كبيرة. والغريب أنهم في القياس ده يجوا في المسائل الفقهية يقولون بالكتاب والسنة وفهم ويمنع له القياس ولا يقولون به إلا في العقائد قياس الإيه الخالق على المخلوق. إذا القياس عندهم في الفقه ليس بحجة وينفونه ويثبتونه في الأصول يعني في الفروع لا يقولون به ويجي في الأصول يقولون به بالقياس. طيب من أين قلتم بالتشبيه مثلا وبالنزول وبالاستواء منين؟ لا يوجد لهم إلا إيه إثبات القياس لأن النص من النصوص دي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها إيه متشابه وقال وما يعلم تأويله إلا الله. فمن أين علموا هذا التأويل؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هل عندكم من علم فتخرجوه إن تتبعون إلا الله. يعني هم بيقيسوا بيخمنوا بيتصوروا ويجعلون الله تعالى جسما وينتقل وينزل إلى آخر. ألا ترى الزوجة والولد فإنهما من كمالات الحادث لا القديم فلولا يعني معناه خذ القاعدة لا يلزم من أن يكون الشيء كمالا في الحادث أن يكون كمالا في القديم. قد يكون العكس. يعني خذ بالك الزوجة الولد الحركة مش كده الأكل والشرب مثلا الصوت والحرف كل هذه كمالات في الحادث ولكنها لا تكون إيه؟ كمالات القديم. إنما إذا جاء السمع وأثبت أنه تعالى متكلم وسميع وبصير من هنا نقول إنها كمالات. لكن الأصل في إثبات هذه الكمالات هو إيه؟ السمع. هو السمع. أما هناك هو إيه؟ العقل. هو العقل. لو لم تثبت هذه الصفات من القرآن والسنة ما برهن عليها. يعني لو لم يثبت في الكتاب والسنة والنقل الصحيح أنه تعالى سميع بصير متكلم لما استطاع العقل أن يقيم البرهان عليها. لأنه لا يحاط تعالى علما بذاته وكذلك لا يحاط علما بصفاته حتى الصفات. قوله تعالى ولا يحيطون به علما مش مقصورة على الذات. يعني كما لا يحاط علما بذاته كذلك لا يحاط علما بصفاته ولا نعلم إلا إذا أخبرنا. تفضل. ده احنا بنتكلم في السمع والبصر والكلام اسمها الثاني بيسموها إضافات. يعني هم مشكلتهم السمع والبصر صفات حق صحيح إن الله سميع بصير بصير ومصور خلاص سميع عليم. يعني السمع زي العلم صفة بصفة بصفة. إنما لم يقل أحد في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الإنس ولا في الجن إنه اليد والوجه والقدم وما نقول نحن بالنسبة لنا هي أعضاء جوارح. ولكنهم لو صرحوا بأن أعضاء وجوارح لقالوا بالتشبيه أو التجسيم صراحة فسموها إيه الصفات الخبرية أو سموها هي مش صفات هي ليس الصفات. لما نشوف في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة مش كده؟ ولو كانت اليد صفة لقال ذو اليد كما قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. هنا لا يمكن يكون يعني عم يقول إن داود له هنا بيصف يعني ذا الإحسان أو ذا الفضل. هنا صفة له يعني تعود على إيه على مآثره وعلى مكارمه وليس اليد هنا إيه جارح. إنما إذا قال الله تعالى ذو القوة لم يقل ذو اليد أو ذو الوجه جاش كده أو لم يقل مثلا ذو القدم أو الجاء ما فيش. هذه التسمية الصحيحة لها إضافات يعني ذكرها الله تعالى مضافة إليه يعني أضافها الله تعالى إليه هي إضافات وليست إيه وليست صفات. إنما الصفات هي العلم السمع البصر القدرة الرحمة الحكمة دي الصفات زي الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني هل ورد في الأسماء الحسنى اليد لو كان الصفات زي ما بيقولوا كان وردت إيه في أسماء الله الحسنى لكنها لم ترد.
فدل على أنها إيه؟ إضافة. يعني مرة أنا أقول كده من بعض السلفية المعاصرين قال إيه، هل لله تعالى يد؟ هل تقول بإثباتها أو بنفيها؟ فقلت أنا لا أقول لا بالنفي ولا بالإثبات، لأنه لم يقل ليس له يد ولم يقل له يد. الأمر متوقف فيها على الدليل النقلي، لأن العقل يجعلها إيه؟ نقائص وليست كمالات. فهل ورد في النقل أنها؟ بل ما ورد يد الله، قلت لا، وردت الإضافة ولكن لم يرد الإثبات. فهناك فرق بين الإيه؟ الإضافة وبين الوصف. يعني وردت مضافة، والإضافة في اللغة العربية لها استعمالات، يعني هناك استعمالات كثيرة في اللغة لليد، تطلق على الجارحة وتطلق على النعمة وتطلق على السلطة وتطلق على أشياء كثيرة، أو تطلق والراد بها علاقة الجزء بالكل. يعني في بعض البلاد إذا خطب إنسان مثلا فتاة، أو هنا عندنا يقول إيه، أطلب يد فلان. فلماذا لا يقطع السلفية يد هذه ويعطونها ويأخذون بالظاهر في هذا؟ ليه بيأولوا هنا؟ كان في كتاب في معرض الكتاب اسمه ردود على شبهات السلفية، كاتب على الغلاف كده، عنده سؤال كده كاتب، ليس أمام السلفية في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه إلا أحد أمرين. لو أخذوا بالظاهر معنى هذا لحوق الفناء بالذات الإلهية اليدين وكل شيء إلا الوجه، يعني معناها الذات الإلهية حقها الفناء ما عدا ليه كل شيء هالك إلا حتى الذات حتهلك ما عدا ليه. وإما أن يقولوا بالإيه، بالتأويل، يعني اليد الوجه مراد به الايه، الذات. فإن قالوا بالتأويل فقد خرجوا من مذهبهم، طب وإن قالوا بالأول فقد خرجوا من ملتهم. فإما أن يخرجوا من الملة وإما أن يخرجوا من المذهب، طبعا الخروج من المذهب أسهل. فروح يقول هنا ايه المراد بالوجه الذات، طب ليش معنى ليه؟ وهذا مخالف للقواعد اللي عندكم، الأخذ بظواهر إيه؟ النصوص. فإذا سبحان الله، عن ربك يجب، قل فلله الحجة البالغة، مهما عملوا لكن حتلزمهم النصوص، يا إما إيه يعني يصابوا بالجنون كده ويأخذ العقل، ما فيش توازن، لأنه سبحان الله. يعني إن تمسكوا مثلا بقول بظواهر النصوص، بقوله تعالى أأمنتم من في السماء لإثبات أنه تعالى في السماء، يصادمهم قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو يصادمهم قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، هيقول لك إله هنا معناها يعني معبود، طب وهو الله الذات، الاسم ده على مين؟ على الذات، وهو الله في السماوات وفي الأرض. يبقى معنى كده يلزم من ظاهر نص أن يؤمنوا بإلهين، واحد في السماوات واحد في الأرض. ما في يعني سبحان الله، القرآن عجيب. فالأخذ بظواهر النصوص كما قال السنوسي في الصغرى من أصول الكفر. ليه؟ لأنه يا إما تكذب هذا، يعني إيه اللي خليك توقفت عند هذا وتركت الثاني؟ يتأخذ بالنصين يا ترقب الأخذ بهم، يعني معناها مصادمة للعقل، كيف أوفق؟ كيف أوفق؟ يعني مثلا في لما هم يقول لك إيه أنه بديت في هذه الجهة، في هذه الجهة كيف يفعلون مثلا في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ده مش وجه واحد، هنا وجه وهنا العقل لازم يتوقف. فإذا نعمل إيه في الحالة دي؟ ما فيش مسلك إلا أنه إيه يرجع إلى ما قاله أهل السنة والجماعة. كم من أهل عشان نخلص، مش عارف يطلعونا فجأة كده، إحنا بعيد عن ألا ترى الزوجة والولد فإنهما من كمالات الحادث القديم، فلو لم تثبت هذه الصفات من القرآن والسنة ما برهن عليها. وأما الصفات المتقدمة فصنعت المتقدمة اللي هي غير الثلاثة، نعم،
اللي هي التسعة فصنعة العالم متوقفة على ثبوتها فبراهينها لازم أن تكون عقلية. إذا احنا ما قدمناش يقول لك الأشاعرة أو الجماعة دول بيقدموا العقل، أنا قدمت لكن أفرض ما قدمناش العقل، عاوزين نقدم النقل نعمل ايه؟ ما احنا قلنا لك حيلزم الدولة. هاتوا أي واحد كافر يقول له ده رسول آمن به، يقول لك ليه رسول؟ يقول لك يا أخي ربنا بيقول محمد رسول الله، يقول لك ما هو أنا القرآن ده أنا مش مؤمن به لأنه إيماني به متوقف على أنه ده صادق. طب وما يدريني أن هذا الرسول صادق؟ اللي هي اللي إيه؟ المعجزة، والمعجزة متوقفة على إيه؟ يبقى الأدلة رجعت من العقل ولا إلى النقل؟ ما هو يقول لك انتوا بتقدموا او لو انت ما تقدمش خليك انت ايه اكتب. طب هتعمل ايه؟ يبقى هتتوقف عن الايمان نفسه لو كان يعقل مش هيؤمن، والا هيبقى مخلد هيقول لك هيقلد مين؟ لا ان شاء الله يعرف التسلسل حيؤخذون بالسلاسل ان شاء الله. لا انا موافق لقول المصريين ربنا اكل عنه. هو لا مش قول المصريين ولا قول السوريين ولا قول، هو العقل هو اساسا التكاليف دي كلها منوط. اي شرط؟ شرط التكليف ايه هو؟ اول شرط العقل. ايه رايك شيل العقل حط الشرع؟ هل يستقيم؟ لا ما يستقيمش ابدا، لا يمكن يستقيم. شرط التكليف وجود الايه؟ العقل. قال واعلم بانهم عرفوا الواجب بانه ما لا يتصور في العقل عدمه. ده التعريف ده الموجود في شروح الجوهر، انما قلنا بتاع بتاع سيدنا الشيخ الزمير كده، الواجب هو ايه؟ الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاء من ذات او صفه او نسبه. ده تعريف الواجب. طب والمستحيل؟ ها والجائز بأنه ما يصح في العقل وجوده. تجيبوا بعض الواجب تجيبوا المستحيل على قول انه ضده. والممتنع الذي هو المستحيل لأنه ما لا يتصور في العقل وجوده. بس خد بالك هنعرف الواجب، الواجب هو الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاع. هو المستحيل عكسه. هو ايه؟ المنتفي المنفي العقلي الذي لا يقبل الثبوت برضه من ذات او نسبة او صفة. طب والجائز؟ ها؟ يحتمل امرين. وكل منهم يعني من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم الى قسمين، ضروري ونظري. فالاقسام كام؟ ستة. ولذلك يقول العلماء معرفتها هي العقل. يعني معرفة الواجب ده ومعرفة المستحيل. طب المستحيل وايه تاني؟ في بعض يقول لك المحال. ايه الفرق بين المستحيل والمحال؟ يبقى المحال ده يبقى ده اسم ايه؟ ده محال مفعول، مستحيل فاعل. شوف حتى في ده في الوصف، فكانه من جهه هو مستحيل لانه بيطلب منك القول بانه مستحيل. لو ذاك السين والتاء ده يقول لك ليه؟ للطلب. اما المحال ده ان هو محال في نفسه من غير انت ما تقول، يعني هو ذاك اسمه مفعول، يعني هو نفسه كده. من ناحيه الاعتقاد انت بتقول هو ايه؟ هو مستحيل. لكن هل انت اللي خلته مستحيل؟ هو محال من قبل بس انت مطلوب منك انك تقول، مش معناها انك انت اللي حكمت به. وذلك بعض العلماء قال ما يصحش ربط الواجب بالعقل. ليه؟ لان الواجب واجب في ذاته حتى لو لم يوجد عقل، هو كده في ذاته هو واجب، فنربط ليه بالعقل؟ لما احنا مكلفين بالايمان بانه واجب من ناحيه ايه؟ العقل. من ناحيه العقل، اه ده سبب ربط. انما هو في نفسه او في ذاته واجب حتى لو لم يوجد عقل. وكذلك المستحيل هو في نفسه منفي، وجد عقل او لم يوجد، انما سمي مستحيل عشان بيطلب منك القول باستحالته، يبقى ده اسم فاعل. انما محال باسم ايه؟ مفعول. واعلم بانهم عرفوا الواجب بانه ما لا يتصور في العقل عدمه، اي لا يحكم العقل بعدمه. بعضهم اعترض على الحديث المستحيل هو ايه؟ الواجب. هو ما لا يتصور في العقل ايه؟ عدمه. قال لك تصور الواجب ده ممكن يتصور، يعني انا اتصور ان الواجب ده
معدوم مش كده؟ عشان لما اجي اتصور كده يا ممكن انا اتصور مثلا انه امامي رجل، اتصور امرأة، او اتصور المسجد ده غير التصور، مش مراد به التصور اللي هو ايه وجود صورة للشيء. وما ليه معنى ما لا يتصور؟ فعدم فهم المصطلحات يؤدي الى واحد يفهم على مزاجه. ايه معنى ما لا يتصور؟ يعني ما لا، يبقى التصور هنا معناه التصديق. سبحان الله، يبقى مش التصور اللي في المنظر، لان الانسان ممكن يتصور في ذهنه فرس ايه له جناحان، فممكن انا اتصور الواجب مستحيل، والعكس اتصور زي ما انت عاوز، ما يعني تخيل. قال لك لا، التصور هنا يعني معناه ما لا يقبل العقل، يعني معناه التصديق، يعني ما لا يقبل العقل الحكم بعدمه. يبقى ده تصديق ولا تصور؟ تصديق. يبقى ده تصديق. يبقى كلمة التصور هنا معناها التصديق، او معنى ما لا يتصور يعني معناها ما لا يقبل. وليس المراد بالتصور حصول صورة الشيء في الذهن. فلو قلنا بهذا ممكن، وين ما متصور زي ما انت تصور ان النار دي، انت قاعد في سجن، تصور انك قاعد مثلا في فندق، حد مش حد في حاجه، تصور زي ما انت عاوز. ان هذا التصور حصول صوره للشيء ده مش هو المراد، انما التصور المراد به هنا التصديق، يعني القبول، يعني العقل ما يقبلش الحكم ده ان الواجب يكون ايه معدوم او المستحيل يكون موجود. يلا. والجائز، والجائز بانه ما يصح في العقل وجوده وعدمه. الجائز يعني يصح كده وكده. شوف كده قال ما يصح، يعني معناها يراد بهناك ما يتصور، يعني ما يحكم بانه يكون. والممتنع الذي هو المستحيل بانه ما لا يتصور في العقل وجوده، اي لا يحكم العقل بوجوده. شوف، لا يحكم، والحكم ده تصديق ولا تصور؟ تصديق. يلا. هذا معنى قول أستاذنا الشيخ الدرديش رضي الله عنه وعن الشيخ الدرديش. رجع من كلام مين؟ قال له هذا معنى قول أستاذنا الدردير في كريدته. فالواجب العقلي، يلا مرجع الكريدة ثاني، ذكرنا بأيام الكريدة. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي. يعني ما لا يقبل الانتفاء في ذاته، سواء وجد عقل وجد حكم لم يوجد هو كده. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته. عرف ما لم يقبل، إذا معناها لا يتصور يعني لا يقبل. وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء. وهو أوضح وأقصر من كلام السنوسي رضي الله عن الجميع. وكل منها إما نظري أو ضروري. يعني كل منها من الثلاثة، يعني إما إيه نظري وإما ضروري. إيه معنى نظري؟ يعني يحتاج في إثباته إلى نظر وإلى استدلال. ننظر يعني ده مش ننظر عن نظر بالبصر، النظر يعني إعمال الفكر. والأمر إليك فانظري، يعني معناه التفت إلينا فانظري، يعني النظر معناه إيه؟ الفكر. خلاص كده، يبقى ما لا يحتاج إلى نظر أو استدلال ده اسمه إيه؟ النظر. ضروري. اللي يحتاج الى نظر اللي هو يتوقف على النظر والاستدلال اسمه نظر، اما ما لا يحتاج اسمه ضروري. فالواجب النظري، فالواجب النظري. عاجب لك كم مثال؟ ستة امثلة، واحد للواجب النظري، واحد للواجب الضروري، واحد كده مستحيل، ستة. فالواجب النظري كصفات الله تعالى، يعني معناها صفات الله تعالى واجبة لله تعالى نظرا بإيه؟ بالنظر إلى الإيه؟ إلى الأدلة. النظر إلى الأدلة بالاستدلال، لأن لم نجيبها بالعقل، بالإيه؟ بالاستدلال يعني. والضروري كتحيز الجرم، أي أخذيه قدرا من الفراغ. يعني عاوز أقول لك، إدالك مثال للواجب اللي هو يحكم العقل بأنه واجب بدون ما يتوقف هذا الحكم على دليل.
على نظر او على استدلال كتحيز الجرم. ايه معنى تحيز الجرم؟ يعني اخذه حيزا قدرا من الفراغ. يبقى تحيز الجرم يعني معنى ايه؟ ياخذ حيز. حيز يعني ايه؟ قدر من الفراغ. قدر من الفراغ يعني ايه؟ يعني مكان. يعني ياخذ يعني مثلا انت عاوز ايه؟ عاوز تجلس، ما فيش مكان فاضي، يعني ما فيش ايه؟ ما فيش فراغ. يبقى معناها عاوز انت حيز من الايه؟ من الفراغ. يبقى تحيز الجرم يعني معناه ايه؟ اخذه قدرا حيزا من الفراغ، والحيز من الفراغ معناه ايه؟ معناه المكان. يبقى الان احنا عاوزين نعرف المكان، مش كده؟ مش هنعرف الزمان لما نيجي عشان ما نلخبطش. خلينا فيه في المكان. المكان في مذهب المتكلمين يعني ايه معنى المكان؟ قالوا ايه ده؟ فراغ موهوم. يعني في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها فراغ. الجو ده اللي انت شايف فاضي مليء مثلا بأصواتنا، واقل حاجة في هواء، والهواء ده جرم كثافة، بدليل انه هات بتاعة السيارة دي وزنها وهي ايه؟ تفضل ايه؟ فرغها من الهواء وزنها وملاها هواء وزنها، هتجد ايه؟ في فرق. يعني معناها الهواء له ايه؟ له كثافة، له ثقل. يبقى قالوا ما فيش حاجة اسمها فراغ، ما فيش كل حاجة مملوءة، أثير وميكروبات وفائض، حاجات ايه كثيرة في الايه؟ حتى الهواء نفسه. يبقى إذن عند المتكلمين ده المكان فراغ موهوم، لأنه ما فيش حاجة فراغ حقيقي، بل هو مملوء بالجواهر ولو الهواء، على الأقل ايه؟ الهواء. إذ لو وجد، ده كلام مين؟ المتكلمين. قالوا لو وجد المكان حقيقة، لو كان في مكان حقيقة يعني فراغ، لكان إما جوهرا وإما ايه؟ وإما عرض. لا، لو كان المكان جوهر يبقى معناها ايه؟ يحتاج لمكان. طب ولو كان عرض هيحتاج ليه؟ لجوهر. وايا كان يحتاج هذا الجوهر لمكان، فينتقل الكلام له. يعني حيبقى المكان له مكان، ومكان المكان له مكان، ومكان له مكان، وحيتسلسل. والتسلسل ايه؟ باطل. يبقى يتسلسل او يدور. فثبت ان لا خلاء محقق، مفيش فراغ. تمام. ورد بعضهم ايه؟ رد على كده بانه يشار له. كيف ما نقول ما فيش مكان حقيقه؟ ده المكان ده بعد متوهم، يعني فراغ وهمي مش حقيقي. قال كيف يكون وهمي ولا حقيقه له ويشار اليه؟ فيقال هذا مكان مثلا ايه؟ فارغ. فيقال هذا المكان ونحو، ويوصف بالزيادة والنقصان، وإذا مكان إيه؟ كبير، عريض، مكان واسع إلى آخره. أجيب بأن هذا مبني على الوجود الفرضي الافتراضي لا الحقيقي. فالإشارة واقعة على الافتراض وليس على الإيه؟ ولا الحقيقي، أو على التوهم المؤيد. في قال لك حاجة اسمها التوهم المؤيد بالتبعية لما حل فيه. يعني كأنه في حاجة تابعة الحاجة، ما هو حاجة حل اثنين في المكان. يبقى كأنه التبعية دي اللي باعتبار الشيء اللي حل فيه على تسمح، يعني في شيء من التجاوز في قولنا حل فيه. لما انت بتقول حل فيه وانت الان بتقول ما فيش مكان حقيقة، يبقى معناها حيحل في ايه؟ في العدم. فلا معنى للحلول في العدم المحض، بل هو تخيل. يبقى هو ايه؟ تخيل. ولذلك لجأ الفلاسفة في تعريف المكان الى قولهم، قالوا ايه؟ شوف المتكلمين كانوا ايه؟ انصف. قالوا ده شيء وهمي، مش زي الزمان. عندهم برضو الزمان وهمي مش حقيقي. قالوا ليه؟ قالوا الفلاسفة المكان بعد مجرد عن المادة، عشان ما يلزمش منه يحتاج لإيه؟ لمكان. طب احنا دلوقتي هنسمع كلام الفلاسفة ولا كلام الايه؟
المتكلمين. المتكلمين طبعا المتكلمين، لأن المتكلمين يدورون ويقفون مع النصوص، أما الفلاسفة فإنهم لا يتقيدون بالنصوص، يعني هم يمشي في نص ولا ما فيش، إنما المتكلمين واقفين. وهو الدليل العقلي بيقول لك ما هو لو قلنا إنه في مكان حقيقة هيبقى إما جوهر ثم عرض إما عرض. طب ولو كان جوهر يعني معناها هيحل في إيه؟ المكان. في مكان آخر، وهيبقى للمكان مكان وهكذا. لما الجماعة اللي هم المتمثلفة قالوا إيه؟ بإثبات المكان لله تعالى، قلنا لهم ده ما يجوزش في العقل، لأن الحق سبحانه وتعالى أوجد العالم الأماكن. الأماكن عبارة عن إيه؟ عن ما هي داخل العالم. إنه مثلا لو كان المكان ده له مكان، هيبقى آخر حاجة في العالم ملهاش مكان. شنو؟ يبقى الأماكن دي في داخل إيه؟ العالم. يعني السؤال مثلا الأزهر ده موجود فين؟ مكان الأزهر في مصر. طب ومصر فين؟ مكانها فين؟ أفريقيا. أفريقيا فين؟ أوعى تقول في آسيا. أفريقيا فين؟ يعني قلت في العالم. طب والعالم فين؟ عارف لو قلت في العالم يبقى ده دور أو تسلسل. يبقى العالم في العالم. طب والعالم اللي هو فيه العالم في العالم في العالم يعني مش هنخلص. يبقى العالم بكليته لا في مكان، ليس له مكان، لأن الأماكن في داخله، ولا يوجد في الحقيقة حاجة اسمها خارج العالم. يعني لو قلنا العالم ده في خارج العالم، يبقى العالم ده في مكان بره غير اللي احنا جوه وهو بره، يبقى ده تناقض عقلي. يبقى ما فيش، لا يوجد كده في تعريف المتكلمين. العالم هو كل ما سوى الله، فلا يوجد خارج العالم سوى الله، فما فيش حاجة اسمه مكان فاضي اسمه خارج العالم. طب المكان الفاضي ده في ايه؟ فيه عالم قديم فاضي كده ما فيهوش حاجة، يعني ده تبع ايه؟ ده تبع العالم يبقى جوه. يبقى ما فيش حاجة اسمها خارج ليه؟ خارج العالم. كده انت كده العالم تعريف كده ما سوى الله، يعني اللي هو غير الحق سبحانه وتعالى وصفاته هو ايه؟ هو العالم. كملوا. يبقى الضروري كتحيز ايه؟ كتحيز الجرمي اي اخذه قدرا من الفراغ. فإن كلمة اخذه قدرا من الفراغ اللي هو ما فيش فراغ، ده الفراغ ده واحد. وما فيش كمان زمان، الزمان ده وهم. ليه؟ لأنه مقارنة متجدد إيه؟ موهوم أو معلوم لمتجدد موهوم. متجدد يعني حادث. فإذا لم يوجد الحادث لا يوجد الزمان. يبقى معنى كده الزمان مقترن أو مرتبط وجوده بوجود الحادث. يعني معنى كده الزمان لا يدخل في وجود الله تعالى البتة. فالله تعالى وجوده قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان. فالزمان لا يدخل إلا في الوجود الذي له أولية، له بداية. وأنا مثلت مثال، قلت أنا المركز ليه التاكسي يروح إيه يكسر ليه العداد، فيبدأ كسر العداد مع ركوبه. يبقى اقترن حاجة حادثة بحاجة إيه؟ حادث. إنما فرض أنا مركبتش، يبقى كيف تكسر العداد؟ يبقى لازم تكسر العداد مع حاجة لها بداية. أما إذا كان ركوبي أنا ليس له بداية، مش هتكسر العداد أبدا. لازم يكون في بداية للركوب. من أول ما ركبت، مش من أول، يعني من حين ابتدع ركوبي. إنما إذا كان ركوبي ده ملوش أولية، يبقى معناها ما يجيش الزمن. يبقى الزمن ما يدخلش في وجود القديم أصلا، وإنما في وجود إيه؟ حادث. في وجود الحادث. وشوف مقارنة متجدد، ها؟ معلوم. معلوم لمتجدد موهوم، والعكس. يعني ممكن نقلب المسألة. واحد يقول لك إيه؟ متى جاء زيد؟ فأنت هنا مجيء زيد بالنسبة لي غير معلوم، فتروح تربطه بأمر معلوم. أنت صح تعرف جاء زيد لكن لا تعرف الوقت. الوقت ليس معلوما لك. فتقول كذا إذا سئلت متى جاء زيد، فتقول إذا طلعت الشمس. يبقى معناها طلوع الشمس عندك معلوم، ومجيء زيد مجهول. إذا قرنت حاجة إيه؟ مجهولة بحاجة معلومة.
افرض العكس، انت عارف مجيء زيد لكن مش عارف وقت طلوع الشمس، فمثلا بدل ما اقول متى جاء زيد فتقول اذا طلعت الشمس، اقول لك متى طلعت الشمس فتقول عندما جاء زيد، يبقى فين الزمان؟ يبقى بدل ما نخلي الشمس طلعت لما جاء زيد نخلي زيد جاء لما طلعت، نقول متى صلينا العصر عندما حضر فلان. ده ايه لمن يعرف وقت حضور فلان، اما اذا كان ما يعرفش يقول ايه عندما صلينا العصر، هو لازم يعرف حاجه، ما ينفعش مجهول لمجهول ولا معلوم لمعلوم، لازم يكون معلوم لمجهول او مجهول إيه؟ لمعلوم. يلا قال والمستحيل النظري كثبوت النقائص لله. مستحيل نظري يعني معناها قامت الادله على ايه نفي ذلك، فهذا يعتبر مستحيل، ولو قلنا بثبوت مستحيل. والضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون او الحديد. والجائز النظري كتعذيب يعني انا بقول لك الضروري خلو الجرم عن الحركة والسكون او الحيز، يعني ممكن تحفظ هذا المثال وتجعله مثالا للثلاثة من الناحية الضرورية، فتقول كذا الضروري هو التحيز للجرم او الحركة مثلا للاجرام او الاجسام، فضروري ان يكون الجسم اما متحرك واما ايه ساكن. طب والمستحيل هو الا يكون متحرك ولا ساكن، ده مستحيل. يعني الضروري هو اثبات احدهما لا على وجه الخصوص، والمستحيل هو نفيهما، والجائز هو اثبات احدهما على وجه التعيين. يبقى اذا اثبتنا واحد بعينه جائز، اما اذا نفينا الاثنين كده هذا الجسم لا متحدث المستحيل. لا، واذا قلنا بثبوت احدهما لا بخصوص دلوه. يبقى هذا المثال يصلح ان يكون للثلاثة. واضح؟ وهذه الاقسام الثلاثة اما عقلية وهي المقصودة هنا او عادية او شرعية. يعني عاوزين نحكم من اي الاقسام دي، هل دي من العقلية من الحكم العقلي ولا من الشرعي ولا من العادي؟ يبقى هي عقلية لان هي المقصودة هنا، لانه الشرع قلنا طبعا اتكلمنا عليه، يعني مستنده او ايه او دليله الشرع فقط، والعادي هو التجربة الحس المشاهدة ما اعتدنا عليه، العادة ما ألفنا. اما العقلي هو الارتباط بالميزان العقلي بدون النظر الى عادة او الى وضع او الى تكرار او الى بس ملاحظة الايه ما يحكم به العقل فقط. وهذه الأقسام الثلاثة إما عقلية وهي المقصودة هنا أو عادية أو شرعية، وتفصيلها يطلب منها المطولات. قوله ومثل ذا إلى آخره. إذ واجب فكل من كلف شرع وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله. ما تقرأش ومثله، هنا في الكتاب مشكل خطأ، لانه ان يعرف كده اللي داخل بعد كده ايه واقع ايه مفعول به، يبقى المعطوف على المنصوب ايه، يبقى يقول ومثل ذا شكلها كده. ما عن يعني الاصح هو مفيش حاجه في اللغه العربيه مش ممكن، بس بدل ما نفتح باب نخلينا مع قال ومثل ذا بالرفع مبتدأ خبره محذوف تقديره ثابت أو معطوف على أن يعرف أي وجب عليه معرفة. ودل هذا على أن الأحكام النحوية دي ليست أحكام عقلية، إنه بهم نتصرف فيها هنا ينفع ونقدر وكذا، إذا دي أحكام وضعية دي إذا شأن الأحكام العادية وليست احكام عقليه، لانه العقل يجوز انه الفاعل يتجر وابوه يتجر وكل ما فيش ما يبقى العقل يجوز انه الفاعل يتنصب يتمسح من الوجود حتى.
أو يسكر، إنما دي أحكام مش عقلية. أي واجب عليه معرفة، ووجب عليه مثل ذا، واسم الإشارة عائد على ما ذكر من الواجب والجائز والمستحيل، فلذلك أفرده. في اعتراض هنا بيقول لك فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب، مش كده؟ لله ماشي، والجائز يعني ما يجوز، والممتنع ليه؟ المستحيل. وبعدين قال ومثل ذا لرسله فاستمع، قال لك ها لكن الواجب والجائز والمستحيل في حق الله غير ما ينبغي أن يكون في حق الرسل، فكيف نجعل ايه التشبيه؟ نقول ومثل يعني معناها ما اعتقده لله من كمالات اعتقد مثله للرسل، ده يبقى كده انت ألهت الرسل او جعلت الاله سبحانه وتعالى بشر. ما حاجه من اثنين، يتخلي الاله زي الرسل، يتخلي الانبياء مثل الله. واحنا عندنا ايه احقاق الحق، المسلمون لم يفعلوا ذلك، النصارى عملوا ايه؟ جعلوا الصفات الإلهية في البشر، يعني رفعوا البشر إلى إيه؟ إلى منزلة الإله. واليهود العكس، نزلوا الإله إلى مستوى البشر، لكن المسلمون وضعوا كل شيء في موضعه، إله إله والبشر إيه؟ إذا كيف يقول هنا أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع، يعني كيف نوجب للرسل ما نوجبه لله؟ قالك لا، التشبيه غير تام، إنما التشبيه في مطلق واجب ومستحيل وجائز، يعني عاوز يقولك ده اسمه واجب وده واجب وده، لكن ما يجب لله غير ما يجب لمين؟ يبقى اسمه التشبيه هنا غير ايه؟ غير تام، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، يعني هل كان عليهم صيام رمضان؟ هل كان 30 يوم؟ هل كان من طلوع الفجر الى غروب الشمس؟ لا، يبقى التشبيه في مطلق ان هذا فرض وهذا فرض، ليس تشبيها تاما، لان التشبيه التام لازم يكون في مثليه في مطابقه بين المشبه وبين المشبه، انما هنا ما فيش مطابقه، ده فقط مطلق ان هذا يسمى واجب وان هذا يسمى واجب، وان كان يختلف ما هو واجب بالنسبه، يعني مثلا يجب لله تعالى الوحدانيه، يجب القدره، يجب بخلاف الرسل، يجب لهم الصدق، يجب لهم العصمه، يبقى الواجب هنا غير الواجب هنا، يبقى بيسموه ده مشترك ايه ده؟ مشترك لفظي، ضمن اللفظ واحد ده واجب وجائز، ولكن المعنى مختلف. واستدل عليه الامام الشافعي بقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي، قال له لفظ واحد ولكن معنى الصلاه بالنسبه لله غير معناها بالنسبه لمين؟ للملائكه. للملائكه. يلا. اعترض بأن الواجب والجائز والمستحيل في حق الله غير ما ذكر في حق الرسل، أجيب بأن التشبيه غير تام، بل التشبيه في مطلق واجب ومستحيل وجائز. الرد يقول التشبيه غير تام، مطلق التشبيه. يعني التشبيه بأن هذا يسمى واجب وهذا يسمى، لكن ما هو الواجب هنا غير الواجب، زي ما في حق الله يقال الله يصلي ويقال العبد يصلي على النبي، فاللفظ واحد. فإن الواجب في حق الله الوجود إلى آخره، وفي حق الرسل الصدق إلى آخره. وأيضا أدلة صفات الله غالبها عقلي، وأما أدلة صفات الرسل فسمعية وعدد. في كمان مشكلة ثانية يقول لك ده هنا بيحكم مين بالنسبة للصفات الإلهية اللي هي التسعة؟ يحكم العقل. أما بالنسبة للرسل يبقى صفات الرسل دي غالبها إيه؟ سمعي. يعني مثلا العقل ده يجوز إن الرسل يكونوا كذابين، إنما مين اللي يفرض كده؟ لا، بالنسبة للصدق لا، العقل يجوز أن يكون الرسول يكتم البلاغ،
او يجوز ان يكون غير معصوم او غير امين الا صفة واحدة بس هي الصفر وايضا فيها كلام. يبقى اذا صفات الرسل كلها دليلها سمعي ما عدا الصفر فدليل عقل انه لو جوز العقل ان يكون الرسول كذاب هتبقى في مشكلة. قوله فاستمع يحتمل ان يكون تكملة ويحتمل انه تنبيه على الاعتناء بهذا الكلام. يعني عاوز اقول لك ومثل ذال رسله فاستمع هي معنى استمع قال لك هو بيكمل بها زي تكملة عشان الوزن او عاوز ينبه انه لا تعتني بهذا الايه الكلام فاستمع ما لقل فاستمع واصلها ايه فاستمع عن نون التوكيد الخفيف وتقلب عند الوقت الفا كما في قوله لا تعبد له الشيطان والله فاعبدا اي ايه فاعبدا والفه بدل من نون التوكيد الخفيفة والنون التوكيد الخفيفة مذكورة في القرآن مع الثقيلة عارف مع بعض الاثنين كده لا يسجنن اهده ولا يكونا فاذا وقفت عليها كده في غير القرآن تقول ولا يكونا مش ولا يكونن لا لان امال في القرآن تقف كيف ولا يكون بالالف زي لا نسفع تقف بالالف عشان ايه عشان الرسم مش عشان ضرورة الشعر ده القرآن مش شعر يبقى فاستمع في الرسم بس يعني استمع فلما وقف عليها ابدلت الفا وفيها نص وشاهد عند ابن مالك وابدلنها بعد فتح الفا يعني اذا كان قبلها فتح وقفا كما تقول في قفا قفا كما تقول في قفا قفا والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل ربنا صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذكر